هذه هي صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة. مساء الخير وإلى حلقة جديدة من موشات المساء. ضيف هذه الحلقة الممثل الخاص للأمم المتحدة سابقا الأستاذ الجامعي الدكتور طارق متري. انتهت سابع جولات فيينا بخيبة على عكس جولة ماكرون الخليجية التي انتهت بنجاح على مستويين: العلاقات الثنائية وفوزه بسلة اتفاقات وتعاون عسكري، وإحداث انفراجة في العلاقات السعودية اللبنانية واضحة في مرتكزات بنودها السيادية وإطار آليتها، إلا أنه ليس أكيدا أن لبنان قادر على تلقفها وتنفيذها. مثار الشك هو في أن هذا الاتفاق المعلن بين طرفين سعودي وفرنسي مع طرف لبناني ثالث لا يملك حرية القرار، وهو عاجز عن فك أسر حكومته من القيود التي يفرضها الثنائي الشيعي. وليس اعتبار حزب الله أن قواعد عودة الحكومة إلى الاجتماع لا ترتبط بالعلاقة بالسعودية، إنما بحل مسألة القاضي البيطار، إلا جوابا واضحا. اختبار الفرصة الفرنسية في حلبة الصراعات ليس مفتوحا تحده لبنانيا حال الانهيار، التضخم المفرط، وترنح الليرة قبل الوصول إلى الانتخابات غير المحسومة، لا نيابيا ولا رئاسيا. أما فرنسيا فهو مكسب يسعى إليه ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أن إيران عبر حزب الله فلا تنظر إلى لبنان إلا كبيدق من بيادق مواجهتها مع الولايات المتحدة. كيف للبنان أن يخرج من حلبة هذه الصراعات وكسر حلقاتها؟ أي تداعيات للاتفاق الفرنسي السعودي؟ من أي زاوية يتطلعون إلى لبنان؟ هل لأنه بلد عربي أم أنه يدور في الفلك الإيراني ومعادي للدول العربية؟ وهل تكفي المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة؟ في موشات المساء نستضيف هذه الليلة الممثل الخاص للأمم المتحدة سابقا الأستاذ الجامعي الدكتور طارق متري، معه متعة الجلوس والإصغاء في حلقة ستكون منقولة مباشرة عبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5. مساء الخير بضيفنا العزيز وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، شكرا. دكتور طارق متري، اليوم في جديد التطورات زيارة ماكرون للسعودية وتداعياتها على المشهد اللبناني، برأيك نتائج هذه الزيارة هل عاد بالنصر أو أنه مشكول الأمر؟ أنا بفضل يعني تحاشي عبارات مثل النصر والفوز، لكن يعني الرئيس الفرنسي يكون للبنان عاطفة خاصة، فينا نحكي عن بالتفصيل لأنه هي ليست مجرد عاطفة، يعني في دوافع كثيرة وراء اهتمام الرئيس الفرنسي بلبنان، وهذا الاهتمام اللي أخذ أشكال مختلفة بالسنة وعدة أشهر الماضية، لكن فيما يتعدى لبنان، فرنسا بالطبع ليست قوة عظمى بمعايير قوتين العظميين بالسابق، لكن عضو دائم مجلس الأمن، دولة ذات نفوذ حقيقي، واهتمام كبير منذ زمن وليس حديثا فلنسميها المنطقة المتوسطية، بالمغرب العربي والمشرق العربي، وهذا الاهتمام كبير ويتزايد في الفترة الأخيرة بسبب الانكفاء الأمريكي النسبي، فلنقول الانكفاء الأمريكي النسبي عن هذه المنطقة من العالم. فالفرنسا بتريد
وستحاول وهي تحاول ملء الفراغ الذي يحدثه هذا الانكفاء، وهي على الأقل ضمنا مش جهارا بمنافسة مع روسيا التي تحاول أن تملأ هذا الفراغ، مع تركيا التي تحاول أن تملأ هذا الفراغ، مع إيران التي ملأت جزئيا هذا الفراغ قبل أن يحدث أصلا، وبطبيعة الحال مع إسرائيل التي يعني هي تتجاوز إسرائيل فوق هذا فوق قوتها العسكرية، الآن دخلت بعلاقات حميمة مع بعض الدول العربية بالطبيعة. فرنسا عندها اهتمام بالمنطقة، وبتعتقد لأسباب مشروعة ومفهومة إنه لبنان بوابة المتوسط الشرقي أو إحدى بوابات المتوسط الشرقي على الأقل، وإنه بلبنان في تاريخ لفرنسا بيسمح لها انطلاقا من لبنان تكون مؤثرة أكثر. بس بعدها بتنظر للبنان من ناحية أنه لبنان هو بلد عربي أم أنه يدور في الفلك الإيراني؟ لا بلد. كيف تنظر إلى لبنان؟ لا بلد عربي طبعا، تعرف هذا الشيء فرنسا و مع كل التسويات اللي عملها رغم نفوذ إيران يعني وحزب الله، نفوذ إيران بلبنان شيء وانتماء لبنان العربي شيء آخر. انتماء لبنان العربي ما بيتغير بفعل التقلبات السياسية أو علاقات القوى المتغيرة بين الدول في الإقليم. يعني لا تخشى أنت أو شيء أي تغيير بهوية لبنان بانتمائه العربي؟ هوية لبنان انتمائه العربي بعتقد أقوى من تقلبات السياسة الحالية، لكن فرنسا إذن بهم لبنان لذاته لأنه لبنان، لأسباب تاريخية، لأسباب تتعلق بلبناني فرنسا، لأسباب تتعلق بعاطفة الفرنسيين حيال لبنان، وهي عاطفة حقيقية يعني، والعاطفة بتأثر مرات بسياسات الدول. وفي كمان يعني رغبة رئيس ماكرون لأنه يكون أنه ما يتخلى عن التزام صريح أعلنه حين زار لبنان للمرة الأولى، اضطر أكثر من مرة أنه يعدل في سياسته اللبنانية اللي كانت رضوخ أكثر من هو تعديل، يعني سميها هيك إذا بتريدي، يعني أنا عم بوصفها أنه هي تعديل المرونة الدبلوماسية، هي تعديل هي تعديل، لكن بعتقد عم بيقلنا هلأ هو أنه مهما عدلت في سياستي حيال لبنان لن أتخلى عن لبنان، هيدي الفكرة اللي ردت أوصلها، لن يتخلى عن لبنان لأسباب عربية، لأسباب متوسطية فلنسميها كذلك، ولأسباب لبنانية. عظيم. وهيك بنفهم زيارته للسعودية أنه في مواضيع أخرى كثيرة كانت بتهمه، وفي مصالح فرنسا بالسعودية التي لها التي هي مقدمة على الاهتمام بلبنان، لكن استطاع أنه يوضع لبنان على جدول الأعمال محادثات السعودية الفرنسية. تعتبر بالبيان المشترك يلي صدر السعودي الفرنسي، مين يلي كان الضاغط فيه الأكبر؟ هل هو الطرف السعودي أم أنه الطرف الفرنسي؟ البعض اعتبر أنه فرنسا رضخت لإرادة السعودية في فرض مثل هذا البيان من بعد المواقف الفرنسية السابقة. يعني طبعا يعني فينا نتناقش بهذا الأمر ساعات طويلة، ولكن لكن في أمرين مهمين خلينا نتوقف عند المهم يعني ونعلق نقاشنا بالتفاصيل. المهم أنه الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية كان يقول بالقطيعة مع لبنان، أكثر من سحب السفرة، وقف التبادل التجاري، أكثر من هيك قطيعة ما كان ممكن. فهلأ في إعادة نظر بهذه القطيعة، هل حتكون إعادة النظر السريعة؟ طبعا هي مشروطة، طبعا هي قد تكون بطيئة التحقيق، كله هذا ما بنعرفه، يعني الأيام بتبين لنا السلوك اللبناني والأيام ببينوا لنا الأمر الثاني. لكن في شيء تغير، موقف المملكة العربية السعودية مش بفضل اللبنانيين، يعني مش بفضل وزير الإعلام السابق، بفضل الضغط الفرنسي.
طبعا بالمقابل مثل أي اتفاق بين جهتين، أي اتفاق سياسي، أي ملامح اتفاق سياسي، يعني كل الأطراف تاخد منه شيء. يعني مقابل ما أنه الفرنسيين أخذوا وقف القطيعة، وضع حد للقطيعة بصيغتها القديمة إذا شئت، السعوديين أخذوا من الفرنسيين بعض التشدد في الموقف، لا سيما فيما يخص سيادة لبنان، احترام لبنان القرارات الدولية، محاربة لبنان الإرهاب وغير ذلك. طيب البعض بيعتبر أنه مثل هذا التفاهم في، يعني في تفسيرين لهذا الموضوع، يا في إنه عشر تفاسير يا أنه بيكون هو فعلا اتفاق بين ماكرون وبن سلمان لمحاصرة إيران بلبنان بوضع حدود لهذا النفوذ، أو إذا بدك لسحب لبنان من النفوذ الإيراني، أو أنه كمان هيدا تمهيد لحوار لتنسيق بين السعودية وإيران برعاية فرنسا، برعاية غربية. ما بعتقد، يعني عم يحمل أكثر الاتفاق أكثر مما يحتمل في اعتقادي. أنا مش مطلع، ما كنت هناك. في طبعا محللين استراتيجيين وصحفيين لبنانيين وأساتذة كبار بيطلعوا على التلفزيونات والراديوات بيقول لك قال له ماكرون ولي العهد محمد بن سلمان الذي أجابه كأنه كانوا عايشين قاعدين بالغرفة معهم لما كانوا عم يتناقشوا. أنا ما كنت بالغرفة اللي تناقشوا فيها. الحكومة اللبنانية فبتحفظ على الاستعجال. على اسم قاتل قادر على تنفيذ هذه ورقة التفاهم بين فرنسا. سننتظر ونرى، لكن لو استطاع حيكون بحدود ضيقة. ما بتصور الحكومة اللبنانية ورئيسها قادرين يعني بين عشية وضحاها أن يعيدوا النظر بشكل جذري بسياسة لبنان بالإقليم، وعلاقات القوى اللبنانية ما بتسمح لهم بذلك. علاقات القوى اللي تحكمت بتأليف الحكومة أصلا، واللي هلأ متحكمة بتجميد عمل الحكومة. يعني بعتقد أول اختبار، وبغض النظر عن الأسباب، القاضي بيطار، يعني هاي تفاصيل أنا ما بحب كثير أدخل فيها لأنه البعض منا ما بنعرفه صراحة، يحكى عنه الكثير وما بنعرف تماما شو طبيعة المباحثات اللي عم تدور. بس بنعرف نحن أنه في حكومة، أيا كان الكلام الذي قيل، اللي قاله ميقاتي نفسه أن الوزراء عم يشتغلوا لكن الحكومة ما عم تجتمع. حكومة، توصيف جيد، حكومة مشلولة. نعم. نحن عنا حكومة مشلولة، ومش هي أول مرة. يعني لبنان مر بظروف بالسنوات الأخيرة، أنا بعرف بعضها، الأيام اللي كانت فيها الحكومة مشلولة أكثر من الأيام اللي كانت الحكومة قادرة على العمل. ومرات بتكون الحكومة بتجتمع ومشلولة، لأنه في عنا نحن نعيش في بيتقراطية. يعني في جهات بتمارس الفيتو كما تشاء، في جهة قوية بتمارس الفيتو هي حزب الله، وفي جهات أخرى أيضا بتمارس الفيتو حين تستطيع. فإذا هي حكومة مشلولة، إذا بيقدر يعالج رئيس الحكومة شللة وأعاد يعني لنوع من الحياة الطبيعية، بلش يجتمع مجلس الوزراء، بيكون ابتدى يتحقق شيء. هلا شو 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 حجم اللي بده يتحقق، بعتقد من سابق لأوانه الحديث عنه. طيب دكتور متري، اليوم يعني سلمت حزب الله، سلم ورقة استقالة قرداحي إلى فرنسا عمليا مش للسعودية مباشرة. يعني ليش انعطى هذه الورقة، انعطت لفرنسا ولم تعطى للسعودية مباشرة؟ يعني كان مئات يمكن أقرب أن يكون عم بيحقق شيء تاني ولا لا؟ يعني اللي حصل، يعني كمان ما بملك يعني التفاصيل، إنما واضح أنه لو ما حزب الله كان أخذ موقف أكثر مرونة من الموقف السابق لما استقال وزير الإعلام السابق. هلأ بعتقد مبالغة الحديث عن صفقة بين حزب الله والفرنسيين، بل صفقة بين إيران وفرنسا. ما في صفقات حتى الآن، في موقف مرن أخذته فرنسا من إيران، وموقف مرن اضطرت فرنسا تاخده من القوى السياسية اللبنانية، لا سيما من حزب الله اللي هو القوى السياسية
الأقوى واللي قادرة تمارس الفيتو متى شاءت. فأكيد في أخذ وعطاء سمح باستقالة قرداحي. تجديد هذا الانفتاح اليوم السعودي اللبناني خاصة السعودي على لبنان فيما المفاوضات الإيرانية السعودية لم تحرز لحديث هلا أي تقدم. لم تحرز أي تقدم لكن مفاوضات هي مفتوحة. هي ما اسمها مفاوضات، شو ما نسميها؟ محادثات، هي اتصالات أولية بعد ما وصلوا لطور المفاوضات على الإطلاق، ومش واضح تماما على شو حيتفاوضوا. يعني عم يحاولوا ينتقلوا تدريجيا من حالة يعني العداء لحالة تنظيم العداء، أو لا يكون هذا العداء مستحكما ومؤثرا في كل نواحي حياة البلدين وفي كل نواحي الحياة السياسية في الإقليم والعسكري، بالحروب الدائرة أو الحروب اللي قد تشتعل إذا استمرت هذه المواجهة. لكن هذا بعد لم يؤتى أكله، يعني ما في له ثمار، بعده حديث أولي. شأنه شأن مفاوضات فيينا اللي أنا بعرف في ناس كمان يعني بيتابعوا مفاوضات فيينا، وهذا عنا أكثر ما عند المراقبين اللي بيعرفوا حقيقة المفاوضات الدبلوماسية، اللي يعني يوم بيوصفوها بأنها متعثرة، يوم تاني بيقولوا انطلقت، يوم بيقولوا سالكة، يوم ما بتقدري. يعني المفاوضات عملية دبلوماسية ما بتنفهم إلا بسياق زمن طويل نسبيا. المفاوضات مش قصة يوم ولا يومين ولا قصة جلسة ولا جلستين، بس في صورة إجمالية. منذ انتخاب رئيسي في إيران بتوحي أنه في تشدد إيراني، والتشدد أهم من التشدد بالمفاوضات، التشدد في واقع الممارسة. إيران عم تخصب يورانيوم ل60%، يعني صارت اقتربت من إنتاج سلاح نووي، قد لا تكون راغبة بإنتاج سلاح نووي، هذا موضوع آخر، لكن صارت أقرب إلى إمكانية تحقيق ذلك. هذا يعني هالتغيير الفعلي المادي أدى كمان، عطى الإيرانيين مادة للتفاوض، أول موقعهم التفاوضي، وأصلا هني في ميل عند الرئيس الجديد لا التشدد أكثر خلافا للرئيس السابق. فعموما الإيرانيين رايحين على فيينا متشددين. رايحين إلى فيينا متشددين فيما الفريق الأمريكي والفريق الأوروبي أو يعني يرغبون بإتمام الاتفاق. مش كلهم، يعني الأمريكان كمان صحيح أنه الرئيس الأمريكاني الجديد هو سياسته نقيض لترامب، فإذا ترامب ألغى جي سي بي او اي وبيرجع للجي سي بي او اي، بس انه هذا تصريحا بيقدر واحد يقول انا بدي ارجع لهذا الاتفاق، بس هذا اتفاق بين طرفين، بين المجتمع الدولي 5+1 وايران. معناته الطرفين بده يكونوا مستعدين يرجعوا. كيف بده يرجع واحد للجي سي بي او اي امام هذا المعطى اللي حكيت عنه قبل شوي، وهو انه ايران صارت عنده متخصب يورانيوم بنسبة 60%، وإيران ما بتسمح لمفتشي وكيل بالكشف عليها، بكشف عن مفاعلاتها وغير ذلك. فالأمريكان عارفين أنه العودة بخلاف ما صار يعني نيتهم المعلنة، العودة للاتفاق، عارفين أنه العودة متعذرة، وأنه هن بالواقع عم بيفاوضوا على اتفاق جديد، والتفاوض على اتفاق جديد بياخد وقت طويل. هيدا معطى. المعطى الثاني انه رأي العام الولايات المتحدة، الولايات المتحدة بلد مقسوم، وداخل الحزب يعني مقسوم فعلا، وفيما يخص السياسة الخارجية والداخلية، وحتى داخل الحزب الديمقراطي ما في عشق لإيران، في رغبة بتجنب الحرب مع إيران، لكن وفي رغبة بأن لا يسمحوا لإيران أن تمتلك القنبلة النووية.
وبيعتقدوا أنه الطريق هي طريق التفاوض. فالأمريكان يعني مربكين، مش سهل ياخدوا موقف صريح، ولا يمكن اختصار موقفهم بأنهم مستعجلون لاتفاق مهما كلف، أو لا يقبلوا إلا بالعودة يعني حرفيا إلى ما كان عليه الوضع. هذا عام 2015 هذا مستحيل. يعني في أمر آخر بهمنا، هو أهم من كل هذا، بهمنا نحن، هو أنه هل هذه المرة بخلاف 2015 هل المفاوضات بين 5+1 وإيران سوف تحصر بالموضوع النووي، أم تتعدى إلى الحديث عن دور إيران في الإقليم في دول الجوار بما فيها لبنان؟ هذا مرفوض من إيران، بس هل في إصرار، هل في إصرار غربي على ذلك؟ هذا قد يأتي لاحقا، قد يأتي لاحقا، يا إذا نجح التفاوض على النووي، يا إذا فشل التفاوض على النووي. يعني ربط موضوع التفاوض على المطلب الإيراني ينحصر بدرجة أولى برفع العقوبات الأمريكية عنا. بالطبع. هل اليوم بتلاقي أنه واشنطن في حال فكرة رفع العقوبات أو لا عمليا؟ لا، بعتقد رابطين الولايات المتحدة ما فيها ترفع العقوبات من دون مقابل. هيدا المقابل شو بده يكون؟ المقابل اتفاق. الاتفاق. بس ما عم نحكي بالله بالباليستي ولا بالنفوذ بهيدا الاتفاق عمليا، بس قصة العقوبات. يعني هل يتعدى النووي ليشمل صواريخ الباليستية؟ بعتقد الأمريكيين بيرغبوا بذلك. هل هذا شيء حيحصل؟ ما بعرف. يعني هني ما بيعرفوا. بمقابل اليوم فيينا المتعثرة نسعى ونرى في المنطقة تفاهمات إقليمية على القطعة. يعني اليوم إذا بتطلع شوي بالمنطقة، الإمارات تفتح صفحة جديدة مع تركيا، عندها مواقف جديدة مع إيران، راح اليوم مستشار الأمن الوطني الإماراتي، في إذا بدي أقول كمان زيارة ولي العهد السعودي جولته الخليجية يلي بلشت اليوم من سلطنة عمان وقطر، وستشمل أيضا البحرين مصر، إمكانية عقد جلسة تفاوض خامسة إيرانية سعودية في العراق. يعني كل هذه الأحداث، وأيضا كمان زيارة وزير الخارجية السوري لإيران اليوم حكى عن توسيع العلاقات وما شابه. كيف بدنا نشوف هذه التفاهمات الإقليمية؟ هل هي نتيجة أول شيء التخلي الأمريكي، الخوف من إيران، الخوف من التمدد الإيراني والنفوذ الإيراني؟ شو هذه التفاهمات الإقليمية تعكس؟ أنا بسميها التفاهمات أصلا، ما في من كل اللي وصفتيهم ما في ولا واحد منهم وصل إلى حد التفاهم، اتفاق على أي شيء، لكن في قدر من التخبط بكل ما وصفتي. وخذي تضرب المثل اللي بتريديه، يعني دول الخليج بتعاقب لبنان لأنه حزب الله عنده نفوذ فيه، بتروح الإمارات تنفتح على سوريا، يعني سوريا اللي هي حليفة إيران وهي راعية وداعمة حزب الله بلبنان، يعني بتعاقب لبنان وبتكافئ سوريا. يعني هل هذا مفهوم؟ بعدين هاي دول بحجة أنها بتخاف من إيران طبعت مع إسرائيل، استعارت بإسرائيل، ما عاد عندها ثقة كاملة بالولايات المتحدة بتحميها من خطر إيراني فعلي أو متخيل، فراحت طبعت مع إسرائيل، بعدين رجعت قررت تحكي مع إيران نفسها. يعني كان ما كانت بحاجة لكل هالقصة لو كانت بس بعدين هاي دول تعتبر أكبر خطر منذ 2011 منذ قيام الثورات العربية، أنه أكبر خطر على المنطقة هي الحركات الإسلامية، وأنه الحركات الإسلامية مين بدعمها بهذه المنطقة هو تركيا، وعملت يعني حملة على الحملات على الحركات الإسلامية، زجت الإسلاميين بالسجون، وهلا بدأت تقرب مع الأتراك. يعني هذا بفرجي قدر من هذه مواقف مش منسجمة، مش واضحة، ما بتوحي بأنه في سياسة خارجية متماسكة في ضوء المعطيات الإقليمية الجديدة، بتوحي بأنه الانكفاء الأمريكي النسبي، فلنسميه نسبي لأنه أمريكا ما راحت بعدها يعني فاعلة بالمنطقة، الانكفاء الأمريكي النسبي خلق حالة من الضياع، من التخبط، من
وبعدين في هاي الأنظمة القوية، حتى بسميها الأنظمة التسلطية الاستبدادية، هاي اللي بيقرر فيها السياسات شخص أو شخصين أو ثلاثة، لا في مؤسسات ديمقراطية، ولا بيسبق الخيارات السياسية النقاش والرأي العام بيدخل فيه، لا تفهمي فعلا وين رايح هذا البلد. فمشان هيك ما فيك تعولي كتير، يعني لما بتسمعي انه وزير خارجية هذا البلد زار ذاك البلد، يعني ما من غالي بتفسير أهمية أي مبادرة دبلوماسية صغيرة. إيران كيف عم تتكيف مع هالحركة الخليجية اللي عم بتصير حواليها؟ يعني في ظاهر الأمر إيران مش متضررة من هذا، بالعكس، يعني هذا في اعتراف بقوتها، والاعتراف بقوتها بياخد شكلين، يعني الخوف منها والانفتاح عليها. بالحالتين إيران مش خاسرة بهذه السياسة التي تنتجها بعض دول الخليج. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في مواجهتها مع إيران، إلى أي حد قادرة اليوم بهذه المواجهة يكون في عندها خط تحديد، خط النفوذ لإيران؟ يعني إذا منشوف إيران باليمن لحديث هلأ، كنا عم نطلع بمأرب ما سقطت، كنا عم نطلع كمان بالحديدة، كمان ما تغير شيء على الصعيد العسكري الميداني. إذا انتقلنا على العراق رح نكون نفس الشيء، كان في أزمة الانتخابات وشفنا النتيجة. إذا مننتقل على سوريا كمان العامل الروسي منه مسهل كتير، لبنان حزب الله هو الذي يسيطر، وبالتالي اليوم ميزان القوى في هذه المنطقة كيف بتشوفه؟ هل هناك في على إيران نوع من إذا بدك تقول التراجع، أو لا بعدنا بنفس الستاتيكو اللي نحن فيه؟ يعني في شغلتين أنا يعني بريد أقولهم. أول شيء أنه ما بيقدر يعمم، يعني بيختلف الوضع من بلد لبلد. ثانياً أنه هيدي يعني موازين القوى وعلاقات القوى هي شيء متغير يومياً، يعني ما فيش منه معطى ثابت ونهائي. ومشان هيك يعني هذا بربط هذا الكلام اللي قلته هلأ قبل شوي، مشان هيك أنا بتحفظ يعني لما يعني بسمع نظريات جيوسياسية بتفسر شو عم يجري بالمنطقة. ما في هلأ نظام إقليمي عربي، هذا بنعرفه، ما في قوة عربية، يعني كانت مصر والسعودية كانت بتقود العرب بالسنوات بالعقود الماضية، كان في ما يشبه يعني قواعد للتعامل العربي، بدل ما مش حنسميه التضامر العربي، نسميه التعامل البيني، التعامل ما بين الدول العربية، هذا ما عاد موجود. وصار كل يعني لسوء الحظ كل دولة عربية تنتهج يعني سياسة اللي بتناسبها. ومثل ما قلنا أنه بيختلف الأمر باختلاف تلك الدول وأنظمتها، لكن يعني سياساتها مش معروف عنها لا الثبات ولا الوضوح. بكل هيدا الجو، العمل العسكري إسرائيل هل هي اليوم قادرة تعمل عملية عسكرية من دون منفردة ضد إيران؟ شوفي بالأول خلينا نحكي ضد يعني صار في اللي يعني بيتابع شوية أخبار المراكز الدراسات الإسرائيلية الكبيرة وهيك، في إدراك عميم بإسرائيل أنه لم تعد إسرائيل بحاجة لحروب لتحقيق غلبتها في المنطقة، أنه من دون عم تحقق أهدافها، مش أهدافها كلها، لأنه في عندها مشكلة فلسطين شوكة بعينها وبخاصرتها ومحل ما بدك، بس هي ما بتقدر تطلع من هذه المشكلة. بس أي مشكلة ما خلى قضية شعب فلسطين واحتلال أرضه، إسرائيل شاعر مش بحاجة، ليست بحاجة لشن حروب، فعم تحقق أهدافها من دون الحرب. موضوع إيران، أيام نتنياهو كان في جموح إسرائيلي لتدخل عسكري بإيران،
يسهم بوقف التقدم على طريق تصبح إيران دولة نووية، لأنه بالمخيل الإسرائيلية إيران هي تهديد وجودي. هاي العبارة تتكرر existential threat، تهديد وجودي. هن المسؤولين الإيرانيين بيقولوها، إيه بيعتبروها تهديد وجودي. طيب مشان هيك بيعتبروا إنه عملية عسكرية لابد منها، لكن عملية عسكرية بإيران من قبل إسرائيل ما فيهم يقوموا فيها من دون رضا الولايات المتحدة. هذا أمر أصلا على الأرجح ما فيهم يقوموا بأي حرب من دون رضا الولايات المتحدة، فما بالك بحرب على الجمهورية الإسلامية. والولايات المتحدة ما في شيء بيوحي إنه بترضى، حتى ترامب يعني ما كان راضي به أكثر من رئيس مؤيد لإسرائيل. بعتقد ما في ممكن يجي بالولايات المتحدة مثل ترامب، ما في. معناتها اليوم نحن واقفين أمام فترة طويلة لانتظار المواجهة بفيينا، شو بده يصير فيها؟ يعني كنا ننطر، كنا نقول بده يصير انتخابات بالتاريخ الفلاني لتخلص هالانتخابات تبع أمريكا. هاي لبناني، هاي قصة لبنانية، بينتظروا ب17 كذا ب18 بنشوف شو بصير. هلا إذا بدنا نحط تاريخ، مش هيك، مش هيك. إذا ما نحط تاريخ للمفاوضات فيينا، هل يمكن اليوم ترقب أي نتائج بالمدى القريب؟ يعني نحن رابطين لبنان، يربط وكل الأفريقاء بلبنان بيربطوا نتائج أي أمر بده يصير سياسيا. هذا ما له معنى هذا الربط، يعني أولا لأنه ما معروف. ما نسيتي أنه اللبنانيين يعني طوشونا بعض المحللين استراتيجيين وكذا أنه الانتخابات الأمريكية بعدين خلصت، صارت مصر شو أثرت على لبنان، هلا عندنا فيينا، بعدين انه المفاوضات قريبه. انا بتذكر عده مرات سالوني، قلت له يا حبيبي المفاوضات اولا بدها تنطر انتخابات ايران، وهيك صار. يعني ما كان ممكن تصير انتخابات المفاوضات تبدا قبل الانتخابات، بدات بعدها. والمفاوضات بطيئه، شو هي مفاوضات يعني؟ طب بهيك حاله لبنان عمليا، فلبنان يعني شو بيربط؟ معقول نحن بنربط إذا اجتمعت الحكومة بشو عم يصير بفيينا؟ هيدا يعني هذا دليل على عنا، يعني على عنا مشكلة. احكي مع أي سفير بلبنان بيقول لك غريبين أنتو، شو هاد القصة؟ يعني بدال ما تفكت تناقشوا بكيف تجد ترمموا، حتى لأنه الله أعلم إذا فينا نصلح، ترمموا حياتكم السياسية، تدرأوا الانهيار، مش تعيدوا الثقة وتعيدوا الحيوية لاقتصادكم، تدرأوا المزيد من الانهيار وتقوموا ببعض الإصلاحات ليصير صندوق النقد الدولي بيحكوا معكم، بدل ما تعملوا أشياء واضحة بتقعدوا بتعملوا لنا نظريات عن المفاوضات بفيينا وعن شو بده يعمل الرئيس ماكرون وعن أوروبا اللي منخوفها باللاجئين السوريين وما بعرف شو هكذا الحكي اللي على طول هيدا بيلقي على الغير مسؤولية ما يستطيع اللبنانيون أن يقوموا به، وبيعتبر هذا في احتقار للذات. هذا بيعتبر أنه ما في حياة سياسية بلبنان. طبعا ماتت الحياة السياسية بلبنان لأسباب تانية، لأسباب تتعلق باللبنانيين بطبيعة النخب السياسية المتسلطة على اللبنانيين. هاي المشكلة، فاشتغلوا على علاج هذه المشكلة وارتاحوا شوي من ربط تفاصيل حياتنا السياسية بما يجري في عواصم العالم. عمليا اليوم انت عم تحكي بالنخب السياسية المتسلطة على لبنان، ملاحظ انه انت اليوم بعد عندك كم شهر لقدام رح يكون عندنا انتخابات اثنين، واحدة نيابية واحدة رئاسية. إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن تصير الانتخابات. من حقنا نخاف فعلا على الانتخابات لما بنشوف شو عم بيصير وشو عم بيصير بالمجلس النيابي، شو عم بيصير بالطعون، الكيفية التي قدمت فيها دكتور الطعون. دكتور طارق متر، بس بهالنقطة بالذات ما بتلاقي غريب أنه كل ما بيكون في عنا استحقاق انتخابي خاصة لانتخابات رئاسة الجمهورية لازم عطول يكون في عنا معه سلة سياسية متكاملة، يا تمديد يا تعطيل يا منعمل تسوية سياسية؟ يعني ولا مرة كان عم بيكون هذا الانتخاب بطريقة دستورية لائقة. لا
تحترم الدستور وتحترم الشعب اللبناني. وبالتالي اليوم نحن بنفس الجو. شتقلك شو صار؟ نحن كنا نقول نظامنا السياسي، كنا نقول عن أنفسنا أنه نحن نعيش في نظام سياسي ديمقراطي، وكنا نسمي ديمقراطيتنا الديمقراطية البرلمانية. سنة 2005-2006 أنا كنت بالحكومة، صرنا نسمع يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم عبارة جديدة، ديمقراطية توافقية. لأنه كانت حكومتنا حكومة وحدة وطنية. شو يعني حكومة وحدة وطنية؟ يعني القوى السياسية القوية تفرض عندها حق الفيتو، وال وبعدين بحجة ما يسمى الميثاقية كل الطوائف كبيرها وصغيرها، مش الطوائف ممثلو الطوائف شو بيمثلوا فيها، هذا موضوع تاني، عندهم كمان حق الفيتو باسم الميثاقية، انه اذا انسحب وزيرين من طائفة من احنا هلأ على الاهل فيها نعلق بهاي القصة. فهي الديمقراطية التوافقية، وبعدين تحولت بواقع الامر الديمقراطية التوافقية لفيتوقراطية. يعني صار عشان هيك بتاخد كتير وقت لتتألف الحكومات، بتاخد كتير وقت لحتى تجتمع الحكومات ناهيك عن انها تاخد قرارات. فعنا يعني عنا نظام سياسي ما عاد شغال، يعني لا يعمل، عدا عن انه اتفاق الطائف كله ما طبق، نظام المجلسين اللي هو اهم ما في اتفاق الطائف، ما تقدمنا خطوة نحو تحقيقه، لا مركزي الإداري ما تقدمنا خطوة نحو تحقيقها. فمشان هيك يعني صرنا بدنا هلا نظام سياسي جديد. هلا بس هون عندنا مشكلة. عندنا مشكلة إنه بلبنان، بلبنان التغيير ما دائما بصير على البارد، بصير بالسخن. فالواحد بخاف اليوم بظل الفقر، في مخاطر عنف اجتماعي حقيقي، والعنف الاجتماعي بيتحول لعنف طائفي، ولما بتجي كمان بدك يصير في تغيير سياسي، تغيير سياسي، تغيير بالنظام السياسي يحبل بالعنف. بعدين في مشكلة طبعا كثير صعب يعني علاجها، انه في خلل كثير كبير بسبب يعني وجود السلاح بحزب بين يدي حزب من الأحزاب اللبنانية المؤثرة، أيا كانت الأسباب، يمكن هذا سلاح لمقاومة إسرائيل، أنا ما عم أقول لا، بس هذا الواقع عم يفرض قوته، فعم يعمل خلل بحيث أنه اللي بيمتلك هذه القوة بيقدر يفرض. هل هيدا يسري لما بنتفاوض على نظام جديد؟ هو بيقدر يفرض ما يريده رأيه على الآخرين بسهولة. عمليا لكن يستحسن عدم البحث بأي نظام سياسي في ظل السلاح؟ لا، يستحسن بدء بنقاش حقيقي حول الإصلاحات الضرورية، حول تطبيق اتفاق الطائف، حول إصلاحات يعني فكرتها موجودة باتفاق الطائف. بعدين هلأ مهم يصير عندنا انتخابات وضروري، وما عندنا خيار غير أن تصير الانتخابات بالقانون الحالي. رئيس الجمهورية قال أنه هو رح يكون عنده بده يفل من قصر بعبدة إلا إذا البرلمان قرر، قال له خليك رح يبقى. شو فهمنا من هالجملة؟ يعني أحجي أنا بعتقد يعني إحنا بدنا كل أكثر الناس ناهيك عن المجتمع الدولي، بس شو بدي بالمجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي قابل يتقبل أنه ما يصير في انتخابات؟ لا، المجتمع الدولي عنده هيك قصة الانتخابات بوقتها وكذا، مثل العقيدة. أنا كنت بليبيا وبعرف، كنت روح على مجلس الأمن أقول لهم أنا مش مناسب إجراء الانتخابات بليبيا، بتذكر سنة 2014 أبدا ستجري، بدك تعمل لهم انتخابات، وهلأ لأنه بيعتبروا هي الانتخابات تطفي الشرعية، اللي هو مظبوط طبعا هالشيء، بس انتخابات واحدة ما بتصنع ديمقراطية، انتخابات واحدة ما بتطفي الشرعية. بس على كل حال بلبنان اللبنانيين اللي بيريدوا الانتخابات، لا سيما القوى اللي بدها تغير واللي بتعتقد انه فيها تغير عن طريق الانتخابات، ويمكن تغير عن طريق الانتخابات، مش تغيير كبير كتير بس تغيير فعلي. فالانتخابات لازم صحيح لازم تحصل، وما فيها تحصل الا بالقانون الحالي. لكن اول اصلاح بعد حصول الانتخابات لازم يتناول قانون الانتخابات. شو هالقانون هذا؟
بهالنقطة دكتور طارق متري، بالنسبة لموعد الانتخابات بأيار أو بأدار، صار في طعن هلأ مطروح قدام المجلس الدستوري، شو أثار، شو تداعيات وانعكاس الأول شيء على المهل عمليا رح تصير، رح تتأجل، أي موعد بدنا نكون فيه هذه الانتخابات؟ وقطعت بتجارب المجلس الدستوري القرار اللي صدر فيه مرة راحت الانتخابات، هلأ نحن بأي ظرف؟ هل الضغوط السياسية رح تؤدي إلى تأجيل الانتخابات عمليا؟ يمكن الفريق فريق السلطة لا يرغب بالانتخابات. هو هذا السؤال، يعني إذا في فريق، الفريق المسيطر الأكثرية الحالية وربما غيرهم كمان لأسباب مختلفة غيرهم لا يريد الانتخابات، حيلاقي 100 طريقة على أجل الانتخابات، وبتقدر تكون قصة الطعون والمهل وغيرها مجرد ذرائع، لأنه في قرار، لأنه هذا القرار ينبع من مصلحة تجاه هذه القوى. هلا هذا فاقع فيما يخص انتخابات اللبنانيين بالخارج، أنا ما بسميهم المنتشرين لأنه ثلاث أرباعهم مطرودين، مش منتشرين، مطرودين من لبنان، ولأنه المهجرين ولأنه اللاجئين بدول العالم ليسوا منتشرين، هذه كلمة بيتغرغروا فيها بعض الناس اللي بمجدوا عساس في منفع من المنتشرين، بقى بمجدوا حالهم من خلال تمجيد لبنان، شو بدي فيهم؟ بس إذا ضربنا بس هذا المثل أنه هدول المطرودين الغاضبين اللي سجلوا 230 ألف واحد، شو ما كان عددهم 230 أو 240، وقديش بدهم يغربلوا منهم، وقديش في منهم اللي حييجوا ينتخبوا، ما بعرف، كله هذا ما بنعرفه، بس منرجح انه اكثرية منهم غاضبة وحتنتخب ضد قوى السلطة الحالية. فاذا بس اخذت هيدا، هيدا سبب كافي لتفسير توجس القوى المسيطرة حاليا من الانتخابات. هل هذا التوجس يبلغ الى حد يدفعها لتأجيل الانتخابات؟ ثم ذرائع كثيرة، تأجيل الانتخابات النيابية سيجر تلقائيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية؟ مش بالضرورة، ما بنعرف، يعني كمان ترجع بتخضع لنفس، إذا قالوا المصلحة بتأجيل، بس نحن معودين على تأجيل الانتخابات النيابية وعلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، عدنا سنتين ونص من دون رئيس. بس اليوم اللبنانيين بينسوا هالشيء. اليوم الانتخابات الرئاسية العامل الرئيسي فيها كثرة مرشحين من الطائفة المارونية، في عنا لاعب رئيسي هو حزب الله عمليا، ومع المواقف التي يطلقها رئيس الجمهورية كل يوم كل فترة عن الانتخابات الرئاسية، يا ترى هل بلشت تبين صورة الملامح؟ هو حدد مواصفات رئيس الجمهورية، بده يكون له حيثية، بده يكون عنده أرضية شعبية، على مين بتنطبي؟ شوفي هيدي ما بعرف، ما بيهمني صراحة، لأنه يعني مفهوم الرئيس القوي اللي عنده شعبية مفهوم ألحق بلبنان ضرر أكثر مما أفاد لبنان. لبنان اليوم شو إحدى مشاكل لبنان؟ أنه ما في سلطة هي حكم، هي فوق القوى السياسية نقدر نرجع لها. رئيس القوي هو رئيس حزب، رئيس فئة، نحن بحاجة لشخص يرتفع فوق صغائر الحياة السياسية اللبنانية، يكون حكم بين اللبنانيين، يكون مرجع يرجع اللبنانيون إليه. تعرفي يعني في بيد واحد تفتقدها حاليا. شوفي في أمثلة، يعني خذي مثل إيطاليا. إيطاليا بلد ما كانوا القوى السياسية اللبنانية لسيما المسيحية تشكو من أن اتفاق الطائف جرد رئيس الجمهورية من صلاحياته ويتباكون على ذلك، بس رئيس الجمهورية بحسب الدستور اللبناني صلاحيته محدودة، ما عادت كما كانت في الماضي، هذا أمر معروف. بإيطاليا صلاحيات رئيس الجمهورية بعد أقل بكتير، كان مجرد رئيس فخري، لكن بالأزمات السياسية، وصار في ثلاث أزمات كبيرة بإيطاليا، بأزمات سياسية مستعصية، ونحن كل يوم عندنا أزمة مستعصية ما شاء الله، مين بيطلع إيطاليا من الأزمة المستعصية؟ الرئيس، لأنه منه قوي، مش لأنه قوي، لأنه ليس قويا، لأنه قوي بعقله، بحكمته، باحترام الإيطاليين له، بارتفاعه عن صراعات القوى السياسية. هذا ماتاريلا واللي قبله نابوليتانو،
بثلاث حالات كان في أزمة سياسية بإيطاليا كان يبدو أنه لا خروج منها. احتكموا لرئيس الجمهورية. هلا دراجي مين جابه رئيس الوزراء الحالي واللي عم يعيد بناء الاقتصاد الإيطالي وعم يصلح حتى النظام السياسي الإيطالي؟ جابه الرئيس ماتاريلا، مش القوى السياسية. القوى السياسية كانت عم تقتل وفيها تقتل إلى ما شاء الله. بتعرفي إيطاليا تاريخها بالنظام السياسي أيضا بيسمح باللا استقرار جد يعني بشكل كبير. فأصدي أقول أنه لبنان بحاجة لهذا النوع من الرئيس. أنا ما عندي مرشح معين ولا صوتي بهم وما لي وزن. بعد في مجال في هذا العام، بس بعتقد هذا جربنا مجال الرئيس القوي. بس بعد عنده مجال الرئيس القوي خلال هذا العام لإصلاح ما أفسدته السياسة والعمل السياسي والطموحات الشخصية وما شابه، ولا خلاص أنه بدنا نقضي سنة كيف يعني؟ إن شاء الله ما يسوء حالنا أكثر. إن شاء الله يوقف تدهور. التدهور هو اقتصادي أولا، لكن أسبابه سياسي، أسبابه بنسبة عالية سياسي. إن شاء الله يوقف هذا التدهور. بس أنه خلال سنة مهما كانت النوايا، حتى لو كان فخامة الرئيس عنده نوايا إصلاحية بآخر سنة من عهده، ما بتشوف اليوم في عنا ضوء صغير بالملف القضائي اليوم، الوقوف، التضامن مع القاضي بيطار بوجه ما يجري عمليا من سعي لإقالته. يعني هذا أضعف، هذا أضعف الإيمان. هي يعني مش بتعجب من أنه رئيس الجمهورية واقف مع استقلال القضاء، بتحجب انه في ناس ضد. يعني هذا الغريب، مش الغرابة، انه هذا امر طبيعي انه يعني رئيس البلاد يدعم السلطة القضائية. هذا امر طبيعي بدائي. وبعدين هذا شعبي. هيدا شعبي، هذا بيعطي شعبية. دكتور طارق متري، هلا كان قبل ما نبلش حلقتنا كان في مؤتمر صحفي لرئيس الكتائب، رئيس الكتائب سامي الجميل، كان تأكيده لا تغيير من دون سيادة ولا سيادة من دون تغيير، والمواجهة يجب أن تكون وطنية. التغيير بعدين معه حق بهالكلام. يعني في علاقة بين اثنين. وكان في فترة يعني الشباب والشابات اللي كانوا بالشارع كان معركتهم ضد الفساد وضد انه ضد اهتراء الطبقة الحاكمة ولا اخلاقها وعدم فعاليتها، واهملوا موضوع السيادة. وكان في قوى اخرى بسموها تقليدية نسبيا كانت بتشدد على السيادة. بعتقد مهم مثل ما قال، يعني مثل ما عم يحاول سامي جميل يعمل، انه يقرب النضال من اجل السيادة ونضال ضد الفساد وضد ممارسات الطبقة السياسية، يقربون من بعض، يكونوا يعني مترابطين. بعتقد هذا شيء مهم. هل يمكن اليوم للقوى التغييرية عمليا هلا قبل كم شهر من الانتخابات ان تكون مستعدة لهذه الانتخابات؟ شو الأسس اليوم اللي بتشوفها على القوى التغييرية انه تعملها لا تقدر تحدث هذا التغيير المطلوب، لأنه المنظومة السياسية هي جاهزة، هي عم تستعد؟ فإذا القوى التغييرية المطلوب منها العمل الجاد أكثر. عمليا شو المطلوب من هذه القوى؟ هي بتعرف يعني ما مش ناطرين أنا أقول لهم شو المطلوب يعني، بس أكيد عندهم بس بعتقد صغرات. بعتقد في قصة يعني النظام الانتخابي الحالي بيخسر القوى التغييرية إذا راحت للانتخابات مشردمة. إذا راحت متفقة فرصها أن تحصل على حواصل انتخابية كما تسمى تتعزز. إذا راحت متفرقة تاخد 3/4 حاصل هون و3/4 حاصل هون، يعني ما بيطلع على شيء. بعتقد هذا مهم أنه يتوحدوا. الأمر الثاني المهم أنه اللي عم بحكي أنا كشخص يعني بسمعهم بتابعهم بقرأ شو بيكتبوا، بعدنا بحال تشخيص خاصة بالموضوع الاقتصادي مثلا.
بيطلعوا على التلفزيونات الخبراء والكبار والمحللين الاستراتيجيين وكمان ممثلين المعارضة بيفسروا لنا شو صار بعد ما عطوا حلول. بس ما حدا يعني طبعا هي اعطاء الحلول صعبة، بس يعني بدهم يساعدونا نفكر شوي بالمستقبل. مشكلة الوقت بتشخيص، تشخيص ضروري، لان ما فيك تعالج يعني المرض ما بيتعالج اذا ما شخص. بس بعتقد صار مشخص مرض لبناني، مشخص الى حد كبير والاطباء كتار. هلا بده يكون في افكار، ما عم بقول على برنامج للعلاج لعلاج امراض لبنان، بس افكار نحو علاج امراض لبنان هيدا لازم يشتغلوا عليه اكثر، ويشتغلوا يعني وضيعوا وقت اقل على تشخيص، مواصلة التشخيص. والنقطة الثالثة هي الأولى اللي حكينا عنها، إنه ينربط العمل من أجل مواجهة الفاسدين من حكامنا والعجز، مش بس فاسدين، العاجزين، مواجهتهم، ربط بين مواجهتهم والعمل من أجل تحقيق السيادة اللبنانية. يعني هو قضيتين السيادة اللبنانية، هل هي حاضرة في ملف ترسيم الحدود؟ هي لازم تكون حاضرة وين ما كان، هي لازم تكون حاضرة، بس هي حاضرة عمليا هلأ. هي شوفي ما كمان بترجعي هون بالسياسة الخارجية، السياسة الخارجية هذا يعني من ترسيم الحدود مسألة بتتصل بالسياسة الخارجية. السياسة الخارجية بتخضع لحسابات غير ما دايما مبدئية، يعني بيحكمها هون، تحكمها موازين القوى أكتر. قضية مثل قضية ترسيم الحدود تحكمها موازين أكتر من السيادة، يعني احنا يعني أنه غير تمسك بالسيادة. بس بعتقد في تمسك، ما حدا عبده يفرط بالسيادة، يعني هو الخلاف على ليش عندك خلاف اليوم، خلاف على بين 2290 و98 طب عظيم. بس انت اذا بتاخد الخط 23 يعني 68 كيلومتر بدل ما تاخد لا طبعا انا بفضل اخذ اكثر، فيك تفضل اكثر. فالسيادة هون بيكون أكيد فيها، بيكون فيها منقوصه او شو؟ اكيد انا بفضل اخذ اكثر. مين بيحاكم هون؟ مين بيقول هون المساءله والمحاسبه بهالنقطه؟ انا بفضل اخذ اكثر. أنا كنت بندوي مؤخرا، يعني كان فيها لبنانيين دارسين هذا الموضوع وبيعتبروا أنه يعني تفريط بالأرض اللبنانية أنه يقبلوا بالخط 23، وعندهم أدلة قاطعة بتأيد دعاة 29. صحيح، بس المفاوض اللبناني قادر. أصلا مين المفاوض اللبناني؟ انت عارفه مين المفوض لبناني؟ انا مش عارف، ما عارف. انا عندي الضباط، رئيس الجمهوريه، رئيس المجلس، عندك ما وفد، رئيس المجلس، ما في بقى موفد، رئيس وفد، خلص الوفد، رئيس المجلس، رئيس الجمهوريه، المبعوث الامريكاني، مين رح ناخذ اكثر طرف صامت حتى الان هو موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يقف خلف الدوله اللبنانيه. لانه مفوض كان رئيس المجلس في الماضي. رئيس مجلس هو الشخص اللي كان مهتم بهذا الموضوع من البداية، لكن في هلأ خلاف بين رئيس المجلس ورئيس الجمهورية. كمان هو صامت، كمان هو صامت. فإذا أي صفقة ليتم، يعني كأنه رئيس الجمهورية بحجة أنه رئيس الجمهورية هو بيوقع المعاهدات، فيعني أخذ من اللي هي حجة مبدئيا حجة جدية، انتزع إلى حد ما من رئيس المجلس بعض الدور في التفاوض. هل موقف نصر الله الذي توعد فيه الولايات المتحدة على خلفية الملف النفطي وأنه تهديد إسرائيل بأن المقاومة ستدخل إلى الجليل، هل يثير لديك القلق من أنه هذه يعني التفاوض هيدا سيصل في مكان ما إلى بعض الاستفزازات العسكرية؟ أنا لا أعتقد، بس أنا بعتقد، بس أنه أنا ما فيني فسر يعني النوايا، فيني فسر ما يقوله السيد نصر الله انه نوايا الحقيقيه لا اعرفها. انما انا بعتقد بدك تحطيها بسياق كل خطاب السيد نصر الله عن دور المقاومه. يعني كانت بالاول المقاومه بدها تحرر الاراضي اللبنانيه المحتله، وقدم ذلك سنه 2000
بعدين صار في تركيز على مزارع شبعة وخلص. وصار اللي صار. هلا ما حد تسمع حدا بيقول مزارع شبعة. طيب انتقل الحديث عن المقاومة، عن قوة المقاومة الردعية، انه المقاومة بعشرات الاف الصواريخ اللي بتملكها بتجعل الاعتداء الاسرائيلي على لبنان مكلف، ففي نوع من توازن رعب بين اسرائيل وحزب الله. صار وظيفة سلاح حزب الله، يعني ما عنده وظيفة وحدة، السلاح عنده وظائف متغيرة او متزامنة حسب، بقى صار عنده وظيفة ردعية. فأنا بعتقد هذا الخطاب اللي تحطيه بهالسياق، بسياق تأكيد على وظيفة سلاح حزب الله الردعي، إنه إسرائيل ما فيها تعمل شو ما بدها، نحن بنسوي ونحن بنعمل، فنحن بنهدد وهن بيهددوا ونتفاوض. موقف رئيس الجمهورية الأخير بالنسبة للسلاح، وأنه حزب الله لم يخرق 1701 وأنه يلتزم به وما شابه، هل هو هيدا تأكيد على رفض البحث بسلاح حزب الله؟ هذا عنده تصريح هلأ مؤخرا أنه عم بيقول أنه حزب الله لهلأ ما خرق القرار 1701، ما عمل شيء. إيه هو شوف يا أخي، حسب شو المقصود بقرار 1701، أنا بعرفه شوي منيح يعني درسه، ما عمل شيء يعني فوضت عليه سطر سطر. مزبوط. القرار 1701 لقلك شو يعني، يمكن ما هذا موضوعنا، بس يعني بقول جملتين على الموضوع. ما بعرف شو قال رئيس الجمهورية ولا فيني أفسر كلامه، أنا لست خبيرا في هذا المجال، في خبراء غيري، لكن بعتقد أنه اللي صار أنه 1700 أحد بنود اتفاق قرار مجلس الأمن 1901 هو انسحاب عدم وجود سلاح جنوب الليطاني غير سلاح الجيش اللبناني. بس بالتنفيذ وذلك من أيلول 2006 اعتبر السلاح غير الظاهر كأنه مش موجود، فصار فيك تقولي نفذنا القرار 1701، وفيك تقولي لا ما نفذناه لأنه في سلاح، لأنه في سلاح، بس نفذناه لأنه سلاح مش ظاهر إذا مش موجود. هيدي تغطية دولية، هيدي تغطية، وهذا بموافقة الكل، بموافقة المجتمع الدولي كله، أنه فرضيتنا يعني طالما تغطي للعمل لحزب الله، طالما السلاح جنوب الليطاني مش ظاهر فنعتبره غير موجود، إذا 1701 حالته منيحة. هلا بيجي ممثل خاص للأمين العام كل ست شهور بيعمل تقرير بيقول عن بعض الخروقات، إسرائيل اعتدت على سيادتنا، طيارات استكشافية، أو حزب الله أطلق رصاصتين من محل الفلاني وقعوا بإسرائيل، هيك شيء. دكتور طارق متربي، آخر حلقتنا اليوم، هل أنت متفائل باستعادة الحكومة عملها؟ لأن ما هلأ أنا لا متفائل ولا متشائم، أنا أطالب الحكومة بأن تعود إلى العمل. لشو موجود الحكومة؟ ليش الله خلق الحكومات لتشتغل؟ تستبعد أي استقالة؟ ما في أي استقالة، استقالة الحكومة إيه؟ خلاص نجيب مئاتي يستقيل؟ لا أعتقد، لا ما عنده سبب أنه يستقيل، وبعتقد سيبذل كل ما استطاعه على طريقته، يعني كل طريقته على طريقته، ربما يكون جزء كبير من العمل قد أنجز، لأن ما بنعرف في قدر من التكتم، أنجز عمل بمهد لعودة الحكومة للاجتماع. كل يوم نسمع قصة عن شو كيف بدهم يحلوا قصة القاضي بيطار، لأنه بالظاهر هي بالمقايضة، هي بالظاهر، أنا مني متأكد أنه هي المشكلة الوحيدة، هذا موضوع تاني ما بعرف، بس مني متأكد، بس في ما يوحي بأنه هاي عم يشتغلوا ل يجي التسوية فيها؟ لا التسوية على أي أساس؟ بس ممكن كمان، بس على أي أساس بتكون التسوية؟ هذا الكلام اللي قالوه أنه مجلس النواب لمجلس المحاكمة بيقرر إحالة أعضائه لمجلس محاكمة، ما بتكون هيدي ضربة للقضاء؟ بتكون طبعاً بتكون، يعني بس بالظاهر بتكون أنه مجلس النواب عم يمارس حقه الدستوري، شايفي يعني هيدا هي هيك كل شيء بلبنان حمال أوجه، هي مشكلة إحدى مشاكل نظامنا السياسي، كل شيء حمال بتعملي تصرف، أنت بتقولي هيدا ينسجم مع الدستور، وأنا بعرف تماما أنه هيدا
اللي عم تعمليه، وإن كان بالظاهر ينسجم مع الدستور، الهدف وراءه سياسي وفئوي وطائفي وشو ما بدك، بس منو قادرين نعمل هالشيء. بس هيك العجز هو المستمر لسوء الحظ يعني. إن شاء الله لا، إن شاء الله لا. يعني ندعو. إن شاء الله. لهون بتخلص اليوم حلقتنا من مانشيت المساء. بدي أشكر ضيفي بالاستوديو الممثل الخاص للأمم المتحدة سابقا الأستاذ الجامعي الدكتور طارق متري. كمان بدي أشكر المخرج جوزيف كريم يلي رفقنا بهذه الحلقة. دعاء حمصي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون. شكرا للمتابعة. نبقى الآن مع إعادة للمؤتمر الصحفي لرئيس الكتائب سامي الجميل. مساء الخير. بهالمرحلة المفصلية بتاريخ لبنان نحن أمام تحدي مصيري، وهذا التحدي المصيري عم بيحدد شو رح لبنان يشبه بالعشر سنين وعشرين وثلاثين سنة الجاي. وبالتالي علينا اليوم أن نكون واعيين لحجم المسؤولية الملقاة علينا كلبنانيين ككتائبيين، لأنه تحالف المافيا والميليشيا عم بيحاول اليوم يوضع أسس لاستعادة سلطته على لبنان وللإبقاء على ما هو عليه بالعشرة عشرين ثلاثين سنة الجاي. تحالف المافيا والميليشيا ارتكب ثلاث جرائم كبيرة بحق الشعب اللبناني. الجريمة الأولى هي تسليم سيادة الدولة ليصبح لبنان عم بيندار من الخارج بوجود ميليشيا مسلحة على أرضه مشرعة من قبل المؤسسات من خلال المافيا يلي عم تعطي هذه الشرعية بمجلس النواب برئاسة الجمهورية وبالحكومة. هالثلاث جرائم: أولا تسليم سيادة الدولة والخضوع لإرادة السلاح، ثانيا الجرائم المالية المتكررة يلي ارتكبت بحق الشعب اللبناني إن كان من خلال هدر الأموال، الفساد، من خلال الموازنات الوهمية يلي وصلت البلد إلى ما وصل إليه، من خلال تخبيص أو تواطؤ مصرف لبنان مع المافيا والميليشيا مما أدى إلى ضياع ودائع الناس، أدى إلى تدهور سعر الصرف، أدى إلى إفلاس المصرف المركزي، إفلاس الدولة، إفلاس المصارف، ومع هالثلاث إفلاسات إفلاس الشعب اللبناني. الجريمة